مرحبا، سيتم شرح كيفية استخدام Teams لإعطاء المحاضرات. في البداية نقوم بالضغط على Turn Editing On، نضغط على Add Activity or Resources، نضغط على أيقونة Label، نقوم باختيار أيقونة Teams الموجودة في المحرر، نقوم بتسمية الرابط الخاص بالمحاضرة، نقوم بتحديد من إلى متى سيتم استخدام هذا الرابط، لقد تم إنشاء رابط للمادة، نضغط Add Link.